بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 15. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. الآن وقد فرغنا والحمد لله من تفسير الآيات من قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى، إلى قوله تعالى: إن الله كان عليما حكيما. نريد أن نرجع لنستفيد من هذه الآيات ما تيسر من أحكام. فيؤخذ من هذه الآيات أن من جاءه مال متجدد وحضر استلامه إياه محتاجون من اليتامى والفقراء، فإنه يشرع له أن يعطيهم منه ما يطيب خواطرهم، ويكف نفوسهم عنه. فإن الناس إذا رأوا المال، لا سيما إذا كانوا فقراء ومحتاجين، فإن أنظارهم تتطلع إليه، فيعطيهم صاحبه ما يطيب خواطرهم من هذا المال الذي يكون له وحصل له من غير كد ولا تعب، فيكون ذلك من باب الشكر لله عز وجل ومن باب الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين. ويؤخذ من هذه الآيات أن من ولي يتيما أو تولى ماله فعليه أن يتقي الله فيه وفي ماله، لأنه مسؤول عن ذلك يوم القيامة ومتوعد بالوعيد الشديد: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويؤخذ من هذه الآيات أن على المسلم الذي يلي أموال الأيتام، أو على المسلمين عموما الذين يكون من بينهم يتيم، أن يتذكروا لو كان أولادهم في مثل هذه الحالة، فعليهم أن يحسنوا إلى الأيتام، كما أنهم يرغبون أن يحسن إلى أولادهم من بعدهم، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمل. فمن أحسن إلى الأيتام، إلى أيتام غيره، فإن الله يقيض من يحسن إلى أيتامه وأولاده من بعده. ويؤخذ من هذه الآيات وجوب تقوى الله على من يحضرون وفاة أخيهم المسلم بأن يأمروه بما ينفعه عند الله من تذكيره بالتوبة وتلقينه الشهادتين، ويذكروه في أن يعدل في وصيته، لأنه جاء في الحديث أن الرجل قد يعمل الأعمال الصالحة في حياته ثم يجور في وصيته عند موته فيدخل النار. فيذكرونه في أن يعدل في وصيته ولا يضار الورثة ويضايق الورثة. قال صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتعففون الناس. يؤخذ من هذه الآيات تحريم الأكل من أموال الأيتام بغير مسوغ شرعي، وأنه من أكبر الكبائر. والمسوغ الشرعي هو كما قال جل وعلا: ومن كان فقيرا فليأكل
بالمعروف، يأكل بالمعروف. فيشترط أن يكون الولي فقيرا، أما إن كان غنيا فليستعفف، ويشترط أن يكون ما يأخذه في حدود المعروف. بعض العلماء يشترط أيضا أن يكون يعمل في مال اليتيم، أن يكون يعمل في مال اليتيم فيأخذ في مقابل أجرة عمله. والله جل وعلا توعد على أكل مال اليتيم بغير حق، والذنب إذا رتب عليه وعيد فإنه يكون من الكبائر، بل جاء في الحديث أن من أكبر الكبائر أكل مال اليتيم. يؤخذ من الآيات وجوب تربية الأولاد على الخير، إبعادهم عن الشر، لأن الله قال جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم. هذه وصية من الله للآباء في الأولاد، في أن يربوهم التربية الحسنة والأخلاق الطيبة، وينشئوهم على الخير ويبعدوهم عن الشر، فإنهم أمانة في أعناق آبائهم يسألون، وهم رعية تحت ولاية آبائهم، والله يوصيهم بهم، فعليهم أن يربوهم التربية الطيبة. فإن بعض الآباء أو كثيرا من الآباء يهمل أولاده، خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وتنوعت فيه الفتن، فإن كثيرا من الآباء لا يبالي بأولاده إلا أنه يأتي لهم بالطعام والشراب والكسوة، ولا يعتني بأخلاقهم ودينهم، وهذا خيانة للأمانة التي استرعاه الله جل وعلا عليها، وسيسأله عنها يوم القيامة. فإن أحسن فله الأجر، وإن أساء فعليه الإثم. ولا شك أن الوالد إذا ربى ولده على الخير فإنه سينفعه بعد موته. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن أسباب صلاح الولد تربية الوالد له على الخير: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذا جانب يجب الاهتمام به في الآباء مع الأولاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. مهمة عظيمة ومسؤولية عظيمة تحملها الآباء نحو أولادهم، فعليهم أن يتنبهوا لذلك، خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، تنوع فيه الشر، اختلط الحابل بالنابل. فالوالد لأولاده في هذه المجتمعات مثل راعي الغنم في أرض السباع، إن لم يقم على حفظها وحمايتها أكلتها السباع. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح للمجتمع المسلم، وأن يهب لنا منه نصرا وفرجا وهداية وتقى، إنه سميع مجيب. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.